اهلا وسهلا ومرحبا بكم وحلقه جديده من برنامج مقلب دوت كوم. سمعنا طبعا عن لعيبه كتير جدا يقول لك اللعيب ده احترف وبياخد 5 مليون جنيه في الساعه، واللعيب ده بياخد 10 مليون جنيه في الصفيحه، واللعيب ده بياخد 20 مليون جنيه. طبعا الارقام دي خلت ناس كتير في البيوت واهالي كتير يهتموا بان اولادهم يبقوا لعيب الكوره محترفين من ابو 10 ومن ابو 20. طبعا غير الارقام كمان اللي هي بنسمعها عن اللعيبه الاجانب اللي هي مش عارف كام مليون دولار وكام مليون يورو والأرقام العجيبة اللي احنا دماغنا ما تستوعبهاش دي. جالنا أكتر من إيميل بيتكلموا على حكاية الاحتراف وإن أكتر من واحد بيبقى شايف نفسه إن هو محترف ولعيب جامد جدا، بس الفرصة والواسطة والحاجات دي هي اللي منعاه إن هو يحترف في أندية جوه مصر أو في أندية بره مصر. في إيميل جالنا من نديم رشاد بيشتكي من نديم الشاعري ان هو شايف نفسه طول الوقت لعيب جامد جدا وهو مش لعيب جامد جدا ولا حاجة. احنا معنا نديم. ونديم اهلا وسهلا، اتفضلوا. اهلا وسهلا، ازيك يا نديم؟ نديم الشاعري. نديم لعيب كورة بجد، ده سمعه كويس جدا، بس فكرة الاحتراف وفكرة انك انت تحترف، هل هتحترف هنا ولا تحترف برا، هي دي اللي كانت شغلة نديم رشاد، وده اللي خلاه يبعت الايميل وبيقول ان هو دايما مشكلته ان هو شايف ان هو محترف اكتر من الناس. انت في الايميل؟ لا بص، هو يعني خلاني بحكاية الكورة خلقك من ناحية هو شايف ان حاجه عملها يعني قصده حاجه في حظ كده كان لعيب ولا حاجه يا ريت مالكش في الكوره. طب ما تعرفش ان هو ممكن يكون ده حقيقي كل طيب ايه وجهه دام نديم هنا برضه نظرك ان انت شايف ان صاحبك يعني انت عايز ما تعمل لي ان هو عن الفكر ايه اللي كان هو بيفكر فيه ده قوي؟ الفكره نفسها يعني خساره مصر، بس خساره مصر. يا نديم طب مش ما تلعب الاول في مصر؟ فين نادي؟ انا من ريال مدريد. طب بعت لهم جواب ولا حاجه؟ لا. في حد شافك ورشحك بس ولا معاهم موبايلهم؟ طيب احنا معانا ناس تانية برضو بعتوا للبرنامج وبعتوا اكتر من ايميل وبيقولوا ان اصحابهم عندهم مشكلة قريبة من مشكلة نديم الشاعري. هنشوف الايميلات بتاعتهم وهنشوفهم هم نفسهم ونشوف رأيهم في اللي بيحصل ده اول ما نرجع من الفاصل. شكرا. رجعناكم مرة تانية ولسه معانا نديم العمل المقلب في نديم، ولكن النهاردة برضو معانا إيميلات كتيرة جدا زي ما قلنا قبل الفاصل. إيميل منهم كان من أحمد محسن بيشتكي من محمد أشرف إنه برضو شايف نفسه لعيب كورة ما حصلش. معانا أحمد محسن ومحمد أشرف، أهلا وسهلا، اتفضلوا. أحمد محسن محمد أشرف، أهلا وسهلا. ايه الحكايه دي يا احمد؟ الحكايه ان انت سمعت طبعا الموضوع الاولاني بتاع نديم ونديم وعرفت حكايه اللي هم الناس اللي حابين يلعبوا كوره ويحترفوا وشايفين ان هم لعيبه كويسين جدا، مش كده؟ أيوه. هو اشرف صاحبي من زمان، بس المشكله ان هو الكوره بقى واكله دماغه بطريقه غريبه، يعني على طول بقى يوهمنا ان هو بيلعب في الاهلي والزمالك ومفيش زيه في الكوره يوهمكم بيلعب في الاهلي والزمالك بيتخانق عليه فريقين ضد بعض على طول يعني. بس بعد كده وعلى طول بقى مفيش زيه وعارف كل حاجه على الكوره، حتى على طول كان شايل شعره خالص عشان يبقى زي رونالدو روبرتو كارلوس، مش عارف عامل دلوقتي بتاعه بيكام قبل كده. بس وفي فتره كان قال لنا ان هو مسافر فيها انجلترا نادي مانشستر، بعت له عشان يختبر هناك. بعت له ايه؟
بعت له عقد يختبر هناك يعني في النادي بس مانشستر آه. بس في الفترة دي بقى كان قافل موبايله ومنبه على كل الناس القريبين منه انه خلاص مفيش، مقفل البيت، حابس نفسه في البيت بقى، هو مفيش حاجة اساسا، وهو ما سافرش ولا حاجة، لا مفيش اي حاجة، ومفيش مانشستر ده ولا حاجة، لا ولا اي حاجة. بس مرة معدي من تحت بيته بقى انا واقف في البلكونة تشيرت مانشستر وشورت كورة في ايده، وعايش مانشستر في البيت، في البيت ثلاث اسابيع اللي قعد ما يمكن من بعتوا له من البيت ولا حاجة. يا اشرف الحكايه دي هم ادوني مس دكول بس ما بعتليش حاجه. مانشستر لا انا اعرف انهم بيدفعوا يعني، هيدوك مس دكول مانشستر اكيد هم كارت طبعا مش خلاص. هو الموضوع كان تمام، الموضوع كان هزار يعني في الاول، وكنت انا واثنين صحابي يعني متفقين ان احنا نعمل كده، كان قاعدين كده وجت يعني فكره في دماغنا، بعدين الموضوع قلب بجد. الفكره اللي جت في دماغكم ان انتوا تقولوا ان انتوا رايحين بره تلعبوا، لكن مفيش مش هزار يعني بيننا وبين صحابنا. بعدين الموضوع قلب بجد، ف يعني ما عرفناش نلمه، لقينا بقى ناس كبار، الموضوع وسع فما عرفتوش تلموه. ناس كبار بقى دخلوا في الموضوع، واللي بنات يجوا يتصوروا معانا، واللي يقول لي هات لي هديه من هناك، واللي يعيط عشان مسافر بقى خلاص عشان انت مسافر. فالموضوع لكن ما يعني قدمت في نادي من الانديه الكبيره ورفضوك مثلا؟ كل ما اروح نادي في مصر يقول لي انت مستواك زي مستوى واحد عندنا بقى له 4 سنين، حرام نمشي ابن النادي وندخلك. يعني المشكله في ابن النادي. طيب عموما احمد محسن ومحمد اشرف احنا بنشكركم، وهتشوفوا معانا برضو المقلب اللي اتعمل ما بين نديم ونديم. ميرسي جدا، شكرا. معانا برضو نفس الفكرة ولكن مختلفة المرة دي، لأن الفكرة اللي بعت كان أحمد عادل بيكلم عن صاحبه محمد فودة، ومحمد فودة بيشتكي، أحمد عادل بيشتكي محمد فودة أنه هو مجنون باسكت، مجنون بلعبة الباسكت، وهنعرف طبعا هو ليه مجنون بلعبة الباسكت. أحمد عادل ومحمد فودة يتفضلوا. أهلا وسهلا. هالي عرفنا دلوقتي ليه هو مجنون باسكت، وعرفنا ليه أحمد عادل متضايق من هو التاني بيلعب باسكت. أحمد أنت طولك كام؟ أنا 170. 170، ما طبعا لازم تتضايق منه طبعا. محمد فودة أنت كام؟ 206. 206؟ ده أقل واجب طبعا يعني. 206. طب معلش بعد اذنك انا استاذنك في حاجه بس. انا 182، وريني اتخيل نفسي لو انا 206 بعد اذنك. انا شكر جدا، اتفضل. طبعا محمد يعني هي دي كمان برضو بتبقى حاجه من الحاجات اللي ربنا بيديها للواحد، ان هو يبقى مميز في حاجه، يعني مميز في طولك ده في حد ذاته طبعا اول حاجه الواحد يفكر فيها هي لعبه الباسكت. انت لعبت باسكت في انديه؟ لعبت في اليوبلس، ولعبت في الجيش، وفي الاهلي فتره، ولعبت في نازور. مع انك انت شايف نفسك على حسب كلام احمد عادل صاحبك انك انت لعيب مميز جدا في الباسكت. ما كنت بحس ان التيم واقع، فكنت عايز احسن. يعني بتحس ان التيم نفسه واقع، فشايف ان ممكن لو رحت لتيم تاني او فريق تاني هتعمل حاجة احسن. طيب احمد عادل بعد اذنك تقف معايا دقيقة واحدة. متهيألي وضعي طبيعي ان هو ينفس على محمد فودة. يعني انت الايميل طبعا مش باين فيه اللي جوه البني ادم. لا طبعا. لكن احنا دلوقتي عرفنا ايه اللي جوه مدى معاناتي بقى. طب وانتوا لما بتخرجوا مع بعض بتروحوا اي حته مثلا، ما بتلاقيش مشكله في انك انت بتبقى واقف معاه وبتتكلم؟ هو الحمد لله دلوقتي كده طول الوقت. هو الحمد لله دلوقتي ما بنخرجش مع بعض. الحمد لله ما بتخرجش دلوقتي معاه. يعني كل ما بشوفه فين؟ يعني بين الماتشين او تشوفه وانت في الدور الاول. هو ممكن. هو محمد راجل جدع وشخصيه ممتازه وكده، وانا على طول كل مشاكلي بحاول احلها معاه. تمام. انت حصل لك موقف معاه خلاك تتضايق من ان هو مهتم قوي بحكايه الباسكت؟ هو كذا موقف، لكن اكتر واحد فيهم عجبني يعني، واللي هو كنا مره كان رايح عيد ميلاد واحد صاحبه. وقال لي مش هروح غير لو جيت معايا. فالمهم قعد يقنع فيا، وكان ورايا خروجات وكده، فالمهم ما رحتش ورحت معاه. المهم كلمته قال لي طب روح انت على هناك وانا هاجي لك. رحت عيد الميلاد، المهم المفروض ان انا كان مكلم صحابه عليا، فرحت المهم قعدت معاهم، فضلت قاعد لوحدي طبعا كلهم قاعدين مع بعض، وطول العيد ميلاد ما جاش.
بعد عيد ميلاد بكلمه بقول له انت فين؟ بيقول انا بتفرج على ماتش. بيتفرج على الماتش. اه وسيبني كل ده في عيد ميلاد ما اعرفش اي حد فيه. عيد ميلاد ما تعرفش فيه اي حد. كلهم قاعدين مع بعض. من الحاجات اللي ضايقتك وخلتك تفكر تعمل فيه مقلب. اعمل فيه المقلب النهارده. وهو عشان بني ادم طيب والحظ كويس ان كان عندنا نفس الفكره بتاعت المقلب وهي اللي اتعملت في نديم من نديم. وطبعا انا بشكركم انتوا الاثنين. وقبل ما تمشوا انا عايز بس ايه انتوا الاثنين تاني والنبي معايا والنبي معلش صوره ابقى انا يعني احنا الثلاثه جنب بعض. محمد فوده بعد اذنك هنا. بشكرك محمد. بشكرك يا احمد. شكرا ميرسي جدا. وعندنا المقلب الجامد قوي اللي حصل في نديم هنتفرج عليه اول ما نرجع من الفاصل. شكرا. مرة تانية ومعانا نديم ونديم وهنشوف طبعا مقلب جامد جدا حصل في نديم وخاصة ان في الحلقة دي بالذات استعنا بالكابتن خالد الغندور. نشوف مع بعض المقلب. ازيكم؟ مساء الخير عليكم جميعا. اولا قبل ما نتكلم عن حلقه النهارده انا مبسوط جدا اشتراكي البرنامج ومبسوط اكتر ان البرنامج النهارده او حلقه النهارده عن الكوره ومبسوط اكتر ان اشرف اللي بيقدم البرنامج. ازيك يا اشرف؟ ازيك يا بدايه شباب كتير قوي نفسهم يبقوا لعيبه كوره ولكن عايزين نوصل لحاجه ان عشان تبقى لعيب كوره لازم تتوفر فيك حاجات كتير. بدايه الموهبه، تاني حاجه اللياقه البدنيه، تالت حاجه الالتزام، وكل الحاجات دي لو ما توفرتش عمرك ما تبقى لعيب كوره مشهور. انا جاي بقى النهارده اعمل دور جديد قوي عليا ان انا طالع مساعد كابتن خالد الغندور وانا اصلا ما بفهمش في الكوره. يلا. وانا محمد الصغير مساعد مدرب حراس المرمى وبكل فخر ماليش في الكوره. وانا خبرت الكوره اللي جايه من اليابان وما بفهمش اي حاجه في الكوره. انا النهارده بقى بعمل دور مدرب حراس المرمى. المرمى بدأ أخبارها كابتن. هينج شينج بينج هينج بينج بينج لا باين طبعا باين. ها أقبل يعني؟ لا كويس بس عايزك المرات الجاية. أنت تقبلت طبعا كويس جدا يعني بس المرات الجاية عايزك تتبلى أكتر وأكتر نقدر نعصرك ونطلع الموهبة منك إن شاء الله. أوكي. Your passport and pictures. Okay. أوكي أوكي. Thank you. اتفضل. إيه ده؟ شفت الواد ده؟ مال متبهدل مبلوك كده ليه؟ انا مالي يا عم، هي دي الاختبارات قدها؟ يا عم قدها قدود. شوف كرة شراب ياباني. اليابان حرام بيلعب كرة شراب؟ اه طبعا معروف لعبوا في الشوارع اليابانية معروفة يعني. حاجه اصلا اه طبعا دي كره تنس جامده. الشراب فاهم بيبقى جواها حاجات دي بقى هتلاقي الحاجات دي اكبر من دي. لا لا بس ده في اكتر اتحكم فيها. يلا وريني. يلا خد بس وريني. يلا تنس برضه في اليابان حاجه؟ ايوه بيلعبوا طبعا. يا ابني معروفه دلوقتي التنس تحول في اليابان بقى كره قدم. دي بقى دي اللي هتحدد. لا كابتن دي بقى الاول دي بيلعبوا بيها بينج بونج في اليابان. هو انت مش انا مش شفتني مش عارف سمعتني ولا لا ما كانوا كان بينج بينج معروفه يعني ولد اللي كان بايظ ده قوي معروف. اتفضل. هي دي هتحدد موهبتك يا نادي. حاول ترمي السيرف بقى. يلا ارمي السيرف. ايه دي هتوصلك للعالميه؟ جربه بقى. ايه ده حضرتك؟ بص دي بقى بلي ياباني معروفه. هنشوف تحكمك في البلي الياباني عامله ازاي. بس اوعى تجيبها فينا تعورنا. ها معلش معلش. يلا يلا يلا. انا عارف مش شايفها. خد بالك دي عارف دي عشان ايه؟ دي عشان ايه اختبار نظر تاخد بالك. ها دلوقتي هنعمل مصطلح جديد اسمه المان تو ديب.
مان تو مان ديك تو مان ديك تو مان هنعمل ديك تو مان ديك تو مان يعني هتخش دلوقتي وهنجيب ديك هتحاول تجري وراه ونشوف مين اسرع كده نشوف الفيتنس بتاعك ليه بقى ديك انا حاجه ورا ديك يعني ليه ديك ليه ديك بالذات قول لي ليه ديك بالذات لان الديك هيديك لياقه بدنيه لياقه بدنيه شريف الاختبار ده مهم جدا بالنسبه لك عايز تسافر اليابان عايز تلعب في اليابان اليابان كلها اجواء ممطره دايما اللعيبه بتلعب في ثلج ومطر هنشوف بقى اختبار مهم جدا دلوقتي هو ان انت هتلعب ضد لعيب وفي جدا اسمه فريندو ايه رايك في اسمه فريندو اطاري لو سمحت انا مش عاوز العب احنا صاكه ولا تلعب ايه يا عم تلعب لعيب وفي جدا وهو المشكله ان الكابتن هو اللي جري كابتن خالد هو اللي جري طبعا احنا بنحيي كابتن خالد على ان هو عمل معانا الحلقه دي تحيه كبيره جدا لكابتن خالد الغندور و يا عيني يا نديم طيب احنا النهارده معانا فريق العمل عمل مجهود جامد جدا معانا شريف صبحي واماني ومحمد صغير وياسر الطبجي اهلا وسهلا اتفضلوا فريق العمل الياباني وفريق العمل اماني طبعا كانت اليابانيه اللي اقنعت نديم الموضوع بجد وان الحكايه فريق في اليابان وهيروح بيعمل اختبارات عشان يطلع لليابان ليه حكايه اليابان دي؟ ايه الفكره في اليابان؟ عشان يصدق يعني هو نفسه يحترف بره فكنا نقنعه ان الموضوع بجد يعني. يعني طبعا اكيد كلكم عملتوا مجهود مش بس في الحلقه دي في حلقات كتيره جدا ونفسي في كل حلقه ان انا اقف مع كل واحد فيكم ونتكلم براحتنا لكن تقريبا ميعاد الحلقه النهارده انتهى ونتقابل معاكم في حلقه جديده ان شاء الله بكره ومقلب جديد من مقلب.com